السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو آخر في تدارس آيات قرآنية، واليوم نحن مع هذه الآية التي أمامك، وهي طبعا آية تتعلق بالسماء، وفي جزء من الآية يقع في الكون المشهود، وفي جزء من الآية يقع في عالم الغيب. فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا في عالم الغيب، هذا غير مرصود. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وهذا أيضا في عالم الغيب. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، الآن دخلنا في عالم الشهادة، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا من المهم عندما ندرس الآيات الكونية القرآنية أو الآيات القرآنية التي تتعلق بالكون المشهود أن نفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فلهذا أنا يعني حبيت أتكلم وأعلق على هذه الآية، لأنه جزء من الآية هو في عالم الغيب لا يمكن رصده بالأدوات الكونية أو الأدوات الرصدية، يعني لا يمكن رصد هذا بالتلسكوب. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هذا متى؟ عندما فتقت، كانت رتقا ففتقناهما. الآن بعد فتق الرتق، فتق الرتق أيضا من عالم الغيب، إلا أنه له شواهد كونية. يعني فتق الرتق هو من عالم الغيب، ولكن له شواهد كونية مرصودة، له آثار كونية مرصودة، مثل التوسع الكون هو نتيجة فتق الرتق، مثل بقايا الحرارة من فتق الرتق هذا مرصود، مثل التكوين الكيميائي للكون 80% هيدروجين و20% هيليوم، هذا نتيجة فتق الرتق وهذا مرصود. أما الرتق نفسه غير مرصود، يعني لحظة فتق الرتق غير مرصود، أما الآثار اللي نتجت عن فتق الرتق مرصودة. ولهذا نحن استنتجنا أنه الكون فتق من الرتق بسبب الآثار اللي موجودة في الكون. وفي أمور القرآن تحدث عنها لا يمكن أصلا أنه نرصدها، مثل هذه الآية بعد فتق الرتق، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعد 380,000 سنة من فتق الرتق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولي الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذا كله في جزء منه في الكون المشهود، وفي جزء منه من عالم الغيب. وهنا في أمر مهم جدا عندما ننظر في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون، أن نميز ما هو في عالم الغيب وما هو في عالم الشهادة، لأنه القرآن أخبرنا عن عالم الشهادة وأخبرنا عن عالم الغيب أيضا. فعندما نأتي لكي نفسر الآية القرآنية التي تتعلق بالكون المشهود، يجب أن نتأكد أن هذه الآية أصلا تتحدث عن الكون المشهود وليس عن عالم الغيب. طبعا قد يسأل سائل ما هي السماء؟
السماء كل ما سماك في اللغة فهو سماء، وهنا السماوات مقصود بها سماء الدنيا اللي هي تسمى في علم الفلك الفضاء سبيس. طبعا الاسم سبيس هذا اسم قديم، ولكن لا يعنى به الفراغ الآن، إنما يعنى به هو خارج الغلاف الجوي. هل في فراغ حقيقة؟ الجواب لا، هو ليس فراغ، إنما هو مليء بالطاقة، كما جاء أينشتاين وأخبرنا ذلك من خلال معادلاته في النسبية العامة، أن الفضاء ليس فراغا كما كنا نظن، وإنما هو مليء بالطاقة. فكلمة space لا تعني الفراغ كما كنا نظن في علم الفلك سابقا، لا، كلمة space تعني خارج الغلاف الجوي، ولكن خارج الغلاف الجوي لا يوجد فراغ بمعنى الفراغ الحقيقي، لأنه وهذا ما أخبرتنا معادلات أينشتاين النسبية العامة. وهي معلومة، يعني أجد أنه بعض طلاب العلم لا يعني عنده إشكالية، كيف تقول السماء هي الفضاء؟ ما في مشكلة، في المصطلح القرآني تسمى سماء الدنيا، بالمصطلح الفلكي تسمى سبيس، أو تسمى كازمو، أو تسمى يونيفرس، يعني إلها عدة أسماء، كازمو، يونيفرس، سبيس. أما في المصطلح القرآني يقصد بها سماء الدنيا، بدليل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. حيثما وجد الضوء فهي سماء الدنيا، بدليل هذه الآية وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا في المصطلح القرآني. أما في المصطلح الكوني، سماء الدنيا يقصد بها سبيس، يقصد بها كازمو، يقصد بها يونيفرس، يقصد بها الابزوربابل يونيفرس، عفوا، يعني الكون المشهود، ابزوربابل يونيفرس يعني الكون المشهود. اما في المصطلح القرآني هي سماء الدنيا المزينة بمصابيح، المزينة بكواكب. طبعا في اللغة العربية، هل يوجد فرق بين المصباح أو بين النجوم والكواكب؟ في اللغة العربية حسب اطلاعي أنه الفرق ليس كثيرا بين الكوكب والنجم، ولكن الكوكب يطلق على الجزء الأكبر من النجم إذا كان ظاهرا. فحتى بعض النجوم، يعني حتى عفوا بعض الكواكب، قبل أن تكون كواكب هي كانت مشتعلة، يعني تظهر كأنها نجوم، ولكن بعد ما انطفأت أصبحت كوكب صخري. حتى الأرض اللي احنا عليها قبل ما تتكون القشرة الأرضية كانت مشتعلة، حتى القمر كان مشتعلا مثل النجم. ولعلها عدم التفريق اللغة العربية، يعني في دلالة أيضا إعجازية على هذه المعلومة، أنه كيف اللغة العربية لم تميز كثيرا بين الكوكب والنجم، لأن الكوكب كان مشتعلا قبل أن يكون كوكبا، قبل أن يبرد ويصبح كوكب صخري هو كان مشتعلا فعلا. ولعل هذا هو سبب عدم التمييز كثيرا، إلا شيء بسيط، يعني لو أنت رجعت لتعريف
الكوكب في اللغة العربية ورجعت لتعريف النجم في اللغة العربية، لوجدت أن الفرق يعني طفيف، ولعل هذا سببه والله أعلم أن الكوكب كان مشتعلا ثم برد ثم أصبح كوكبا صخريا، مثل الأرض اللي احنا عايشين عليها، مثل القمر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا، القمر كان مشتعلا شكله يعني يظهر مثل النجم لأن النجم مشتعل. فلعل يعني اللغة العربية حافظت على هذا المعنى، أن الكوكب اللي أنت شايفه الآن صخري هو في الماضي كان مشتعلا مثل النجم، ولعل هذا هو سبب التفريق الطفيف بين كوكب ونجم، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.